مش هو وحده مات، كتار اللي راحوا بحروا بالطغاة. مات الصبي مش هو وحده مات، كتار اللي راحوا بحروا بالطغاة. كتار اللي نشفت دمعتن، كتار اللي دبلت وردتن. كتار اللي نشفت دمعتن، كتار اللي دبلت وردتن. كلن لأنن بيحبوا الحياة، كلن لأنن بيحبوا الحياة. وأمل ما كرسح الحزن، لخافت قتلوا لسجن. وأمل ما كرسح الحزن، لخافت قتلوا لسجن. شافت جماعة مشي معهم صرخت على مسمعهم. أنا أمل بنت الأمل والانتظار، كلن لأنن بيحبوا الحياة. وقف عندك ولاك زين السيارة، زين السيارة وانا حركة. اهلا وسهلا عزيز. عزيز خذوا على السيارة. ولا حركة. يلا السيارة. كيف؟ كمشو محمود؟ وبتتوقع يعترف علينا؟ Thank you.
متوقعينه حسب الحكي انه هو اختفى مباشره بعد ما طلع من عنا من البيت. قعدت انا وياه شي 3 ساعات عم نحكي مع بعض. مين؟ مو طالع رقم. الو؟ ابو زهير بضيافتنا. شلون؟ المطالب بتوصل تباعا. وبيسلمي على اخوك البطل إيهاب. ايه صحي، في صوت لازم تسمعي. احكي. الو امل؟ يا امل. شو يا ابو زهير؟ اللي خبرني حبيبي، شو بدك؟ لازمك شي؟ عايز شي؟ جيب لك سيجارة حبيبي. يمكن يصير يتصل كتير يحدد شروط. شو ساوي أنا إذا هيك عمال؟ خليك عم تاخدي وتعطي معه لحتى تحصلي منه على أي معلومة، وأعرضي عليه إنه يحكي معي بشكل مباشر طالما أنه طلباته مني. عزيز، خد الشباب وروحوا احموا المظاهرة، ديروا بالكم تشتبكوا مع حدا، ها ممكن يصير في صدامات. إيهاب بلا ما تطلع. إيهاب عن جد ما تطلع، ما حدا بيعرف إنك هون. أنا بحياتي ما تخبيت من حدا، بعدين ماني عامل شي غلط، ليش لحتى خاف؟ لا تخافوا، إيهاب قد وقدود، لا تخافوا عليه. تنجو، هذا التلفون لازم يضل مطفي، بس بدنا اياه بنشغله، بنخلص المكالمة وبنرجع نطفي. لا تخاف خان، حتى لو ضل شغال ما حدا رح يعرف لمين ولا يقدر يتبع أثره. عندي. طيب بكل الأحوال هاتو. تفضل. زهير وينه؟ والقهوة مكسرة، وهالشي اللي عم بيصير لي ما ليش لهلا ما انكشف؟ لك واتصلتك ولك؟ أنا طلبت منكم نقعد ونحكي ونتناقش، لأنه التعبير عن الرأي مانو جريمة. أساساً التغيير ببلش لما بنقعد على طاولة وحدة ونحكي. أصلاً أنت بعتنا وبعت الثورة وبعت الجيش الحر. بتطب لسانك أنت وياه وما تحكي مع إيهاب هيك. عمار، شباب أنا معكم، وأنا موجود بالشرطة لأنه المجلس المحلي هو يلي اختار هذا الشيء، أنا ما طلبته ولا فرضت حالي. وانتو بتعرفوا هذا الشيء كتير منيح. هلأ نحن عم نعمل انتخابات، وهي الانتخابات حقيقية مانا شكلية، واللي رح يربح رح يكونوا الناس فعلاً هن اللي اختاروه. خلاص صار من حقهم يعيشوا حياتهم. صب له قهوة لأبو زهير. ما بدي شيء. لا يا أبو زهير هاي كبيرة. ها كانجو؟ عيوني. فك له ايديه وشيل عن عيونه. فكه عن جد. أنا عم تشتي، عم تبخبخ. يا حيفة هيك ترباية، يا حيفة هيك رجال.
الشيء اللي لازم نوصل له هلا هو علاقة نايف بشاكر. لك إلا ما يوقع، ما هو خزيت العين عنه من جريمة لجريمة. ما بدي وصيغ غياس. بغيابي أنا مأمن فيكو بالشباب. من عيوني. طيب، أنت إمتى بدك تروح على دورة الشرطة؟ بكرة الصبح إن شاء الله. يعني هي هيك دورة سريعة 15 يوم. وبعدين رح يكون في عنا دورات تانية. تعال تعال خلينا نشوف محمود. وانتو بتكفوا معه التحقيق بعدين. شريف. يعني انت هلا عم تمرجل علي مستر نايف. عم تتمرجل علي وعم تخرب على الشباب اللي عم يحمي بيوتهم وحاراتهم. هدول ناس حقرة تافهين مغرورين أنانيين كلهم أنانيين كلهم. يا حيف عليك يا نايف، بدل ما تستثمر شبابك بهالبلد رايح ترمي فشلك على الآخرين. لا يا عمو، أنت فهمان الموضوع غلط. جايب رجال بعمر أبوك لهون مكبل عم تقلي فهمان الموضوع غلط؟ لك لو واحد شنطة أبوك شو كان رح يكون موقفك؟ ليش بتصير تبي على لسانك؟ عم تفهم؟ أصلاً أبوك هو بمكانه رح يكون مستعار منك. لك لا جيب سيرة أبي على لسانك. والله العظيم أنا ما بعرف حدا. اسمعني لحتى خلص كلامي وبعدين بتقرر إذا بدك تحكي ولا لا. هدول الشباب ليش عم تنكر معرفتك فيهم؟ شغلة تانية، عبد السلام صاحبك عنا وضيافتنا. إذا حابب تساعد حالك اعترف على معلمك نايف. والله ما بعرف حدا أنا بهالاسم. لك يا محمود، معلمك باعك، همه بس ينفوت بجلده. أنا هلأ عم ساعدك. ها شباب، هذا هو يلي أخذكم لحتى تحرسوا الغرفة؟ هو سيدي. بصحة مدام. باين فيك هيك شوية دم، ليه هالعمايل عم تعملها؟ بعد ما ماتت أمي أبي الله يرحمه إجا لعندي وقال لي يا نايف إذا بصر لي شيء دير بالك على حالك لأنه ما حدا رح يساعدك. قلت له لا يا أبي شو عم تحكي، الله يطول بعمرك. بس طلع معه حق، كان قلبه حاسه. بعد ما مات ترك ولد يتيم معدر. الأيام اللي قضاها بالشوارع أكتر بكتير من الأيام اللي قضاها ببيت يحوي ويحن عليه. كل شغلة بالحارة كانت تصير مو منيحة كانت تلزق بظهره. ما حدا حاول إنه يفهم، حتى رفقاته اللي هلأ صاروا رجالات الثورة نسيوا الخبز والملح يلي بيناتهم. تعرف ليش؟ ليش؟ لأنهم حقرة وتافهين ومغرورين وأنانيين. كلكم أنانيين. ملك حياتي صرتي تعرفيها كتير منيح. يعني أنا بطلع من البيت ما بعرف إذا بدي أرجع ولا لا. مثل ما بيقولوا حياتي على كف عفريت. بس هذا الشيء ما عم يمنع إنه أنا حاسس مشاعر تجاهك. صحيح يمكن يكون في أنانية القصة، بس لازم أقول لك إنه أنا حابب كفي حياتي معك.
أنا رح سافر 15 يوم، ما بدي إياك تجاوبيني هلأ، فكري وخدي وقتك، وبس ارجع بتبقي بتخبريني بالنتيجة. ماشي. شرف سيد رامي، هون بتلاقي كل اللي بناسبهم مشروعك السياسي. جا أنا أخ جديد. لك أخ شو زفت شو؟ حل عنا يا. أنا مالي علاقة بشي. الله لا يوفقك يا نايف على هالعملة. ما في حدا. وبريق الشاي فيه حرارة، يعني الجماعة ما وصلوا زمان هربانين. بدي اياك تفتش المنطقة شبر شبر انت والشباب، أنا بهمني أبو زهير يكون بخير. يلا إن شاء الله، يلا يا شباب حركوا. ألو؟ مرحبا ملك. منيح ماشي الحال، عم ضبضب أغراضي، عم حضر حالي للسفر. موفق بالدورة. بدك ديري بالك على حالك ما هيك؟ وأنت كمان ملك؟ بدي لك إنه بحبك. وأنا thank you.
مرحبا. أهلي. شكراً، يعطيكم العافية. إيهاب مرحبا، كيف؟ مرحبا سامي. يعطيك ألف عافية. بدي منك تصريح صغير. سيد إيهاب، شو بتحب تقول للمستمعين بخصوص الانتخابات اللي عم تصير اليوم؟ حابب أقول للناس إنه هاي الانتخابات اللي عم نعملها هلأ هي أول خطوة بطريق الديمقراطية. هلأ صحيح الطريق لسه طويل، بس يعني مثل ما بيقولوا المشوار ببلش بخطوة. وكمان حابب أقول شيء للناس اللي عم ينتخبوا إنه أنتم من حقكم تنتخبوا أي حدا بتشوفوه مناسب من المرشحين، وأي حدا رح ينجح رح يكون هو الشخص يلي بيمثل سوريا الدولة الحديثة الديمقراطية يلي ضحوا الناس كرمالها. شكراً كثير لكم. شكراً كثير إيهاب. شكراً، يعطيكم العافية. صحيح ما فزنا بالأغلبية، لكن ما خسرنا. نحن مثلنا مثل كتير، لساته نشاطنا السياسي بأوله، وبدنا كتير لنتعلم نشتغل لبكرة. أصلاً بهاي الظروف الصعبة اللي مرقت فيها سوريا، صعب على أي حزب أو تحالف أو تيار إنه ياخد الأغلبية المطلقة. طبعاً بدي بارك للأحزاب يلي أخذت أغلبية الأصوات، وبدي أقول إنه قدامنا جهد كبير ببرلمان مؤقت أو انتقالي من مرحلة لمرحلة. قدامنا شغل كتير لحتى نرجع المهجرين ونعيد بناء سوريا. المجتمع المدني أكبر متضرر، كيف ممكن يعيد بناء حاله، يعيد تشكيل تنظيماته؟ النساء، الأطفال، الشباب، المهن المختلفة، الطلبة، الرياضيين وغيرهم وغيراتهم، كيف ممكن نعيد بناء المستشفيات والمدارس والمناهج التدريسية وحتى شبكة الخدمات؟ هذا كله بده جهد، وأي جهد صغير رح يكون مهم بهاي المرحلة. هيك بلشنا ولهون وصلنا، وهذا كله بالأمل. رح نشوف مع بعض فيلم وثائقي بعدسة روان يلي وثقت حياتنا ووجعنا من أول الثورة، يلي جمعت حكاياتنا بهزائمها وانتصاراتها. شمسة غابت قبل ما يجي هذا اليوم. رح نقلها كلنا نحن رح نشتاق لك. أنا روان، بنت من درعا البلد. ترددت كتير قبل ما قرر إنه نفذ هذا الوثائقي. خاف استرجع كل الألم اللي مر علي وعلى غيري، بس هلأ كسرت خوفي وقررت إنه لازم وثق معاناة الناس احتراماً للي استشهدوا وليلي لساتهم عم يستشهدوا مشان سوريا. رح أنقل لكم من 2011 لليوم كيف كانت يومياتهم من أول المظاهرات. تضرب أنت ولا أطلح. واحد 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 الشعب السوري واحد. واحد 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 الشعب السوري واحد.
الحربية والمشافي الميدانية كانت شكل آخر من أشكال حصار إرادة السوريين. النظام ما اكتفى بقصف الأحياء المدنية يلي بينتموا لها الثوار أو اللي طلعت منها مظاهرات، كان دائماً يفاجئ الناس أكثر وأكثر. كان يفاجئهم بمدى الوحشية اللي رد فيها على كلمة من 4 حروف: حرية. أطفال عم تتشرد، أطفال عم تنقتل، ما حرام عليك؟ ليش؟ مشان شو؟ لأنه طلبوا الحرية؟ كثير من وجوه الشهداء كانت مبتسمة رضيانة، كأنهم كانوا مرتاحين لأنهم رجعوا لحضن أمهم بسلام، الحضن يلي اسمه تراب البلد. الله أكبر، في حدا هون؟ في مجموعات غريبة عم بتفوت على البلد، وكل شيء صار مستباح. ومثل ما النظام الفاسد هو عدو لثورة الكرامة والحرية، كمان داعش والتنظيمات المتطرفة هي عدوة لثورة الكرامة والحرية. يلي سرق أحلامنا من الطرفين، ويلي ذبح أولادنا كمان من الطرفين. عاشت سوريا حرامية! عاشت سوريا حرامية! عاشت سوريا حرامية! عاشت سوريا حرامية! البحر الأبيض المتوسط يلي كان لآلاف السنين رمز للخير والجمال، بلع آلاف السوريين يلي كانوا هربانين لحتى يلاقوا مكان آمن. أملي أنا دائماً بترجع المحبة بين العالم وتصفى القلوب، وبعدين كل شيء بينحل. السوريين والشعب السوري كل يوم عم يفاجئنا بهالأمل العظيم اللي جواته. وفعلاً العمر أقصى من إنه نقضي بالحروب، وأقصى من إنه نقضي بالخراب. العمر لمحة فينا نحن نقضيه ونحن زارعين بسمة على وجوه بعض. للأسف فسحة الأمل كل ما لها عم بتضيق، اليأس عن جد عم بيخترق الناس بطريقة كتير سريعة وكبيرة. فلهيك بهي الفترة أنه أنا عن جد حاسة بالعجز. كل شي بقدر أقوله أنه بتمنى أنه الأيام الجاية عن جد تكون أحلى على الكل. يوقف الدم، يوقف القتل، هذا أقصى طموحاتي، هذا اللي بتمناه للشعب السوري كله. من بعد ما ماتوا ريم وفاطمة، ومن بعد ما فتت على الجيش وقضيت فيه كل هذا الوقت، صرت أحس إنه أنا هيك ما عاد أعرف حب. كل الشغلات اللي لها علاقة بالمشاعر والعواطف بجواتي صارت معتمة. بس بصادف بالحياة إنك بتلاقي حدا بيجي بضوي لك هذا المكان المعتم بالذات، وهذا اللي صار معك. خجلتني كتير. أنا معك صرت حس إنه في إلي سند، خاصة بعد ما راح بيتنا ونزحنا على لبنان وقعدنا هنيك. أنا من وقت ما رجعت وصلت لعندكم لهون، رجعت حسيت بالأمان من أول وجديد. أنا كنت جاية أشتغل وأعمل البحث يلي بدي أعمله وأرجع، بس هلأ أنا حابة أضل حدك. ليش هيك صارت الدنيا صعبة علينا؟ حرمنا من اللمة الحلوة. بتمنى كانت مية البحر حنونة عليكي وعلى ابننا أو بنتنا يلي ما شافوا.
ناس هون فرحانة وعايشة. البلد تغيرت بس تأكدي اللي جواتي ما رح يموت. ما بعرف إذا برجع بعيش مرة تانية، بس دائما رح يكون عندي أمل بهالدنيا. روان أنا بحبك، بحبك لحتى آخر العمر. الشياطين تصوروا كان بملجأ تحت حديقة عامة محولينها للسجن. عبد الله عر على السلامة، طلع بدون ما يغير موقفه. مو عاطفة فرحتي لحدا. مبروك يا توبي حبيبي. وبهذه التشكيلة الوزارية للحكومة الانتقالية التي نتجت عن التوازنات البرلمانية، وهي أول حكومة سورية في المرحلة الجديدة، تنصب الآمال بأن تكون على قدر المسؤولية والثقة التي لتتحمل أعباء المرحلة الحرجة من التاريخ. فأمامها مرحلة حاسمة وصعبة تبدأ بإعادة الإعمار والعدالة الانتقالية وعودة اللاجئين والمهجرين إلى مدنهم وبيوتهم، والعمل على حفظ الأمن العام وعلى إنجاز قانون انتخابي عصري وإنجاز دستور البلاد يتم فيه توضيح شكل الحكم القادم سيتم طرحه للاستفتاء ضمن المدة المحددة. ومن المقرر أن تعمل الحكومة أثناء وبعد الاستفتاء على الدستور للتمهيد لانتخابات رئاسة الجمهورية بإشراف دولي، وفيما يلي أسماء التشكيلة الوزارية. لك أنا شو عم ساي بيناتكم؟ شو الله بلاني فيكم؟ أنا لست منكم، نحن نعمل بقلوب صافية والحمد لله. هلا سؤال، أنت شلون متحمل لهذا؟ لك هذا لحاله عقوبة، لا عم على القصة. سامحكم الله. مع انه انت محقق لك عبد السلام، وهدول اقرب شيء لكم مو هيك؟ شو بدك انت الثاني؟ ما بيكفي جيش الحرك لما بده يحقق معي بعيد نفس الموضوع بيقول نفس الفكره؟ لك انت مفكر انه واحد مثلي ممكن يعرف شو عم يعمل النظام ولا مين ورا النظام؟ شبك شبك خلص فهمنا. لك خلصنا بقى، هلكتوا راسي في الضوء السيره في الضوء. الجماعه عملوا انتخابات وصرنا بعالم ثاني، انتوا لسه عم تتخانوا؟ بعدين تفرجوا لنا على التشكيله اللي جمعتنا بالسجن، تفرجوا هي مناظر هي. خلونا ننام مشان الله، مشان الله خلونا ننام. لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا اخي، نام نام، احلام سعيده. كنجو كنجو. ايوه عيني يا خال. عود وهي عاده احزع
وزير مين صار وزير را وزير وزير مين يا خال؟ ما بدك تعجز؟ لك أنا عاجز بوجودك معلم. أمل، أمل أخته لإيهاب صارت وزيرة، ومو وزيرة عادية، وزيرة رياضة وشباب وثقافة. ما شاء الله، الله يزيد ويبارك. هدول بقى بيجوا بالجملة ولا عليهم عرض؟ بيجوا بكش بكش. الله يزيدهم وزارات ويزيدنا معهم. آمين. كيفه عمو؟ منيح العمو، كتير ممتاز ومشتاق لك. مشتاق لي؟ يا الله، قدي صار لي ما سمعت هالكلمة. لأقوم شوفه لك. ايه لازم. بشرى سارة، رفيقتك أمولة صارت وزيرة لثلاث وزارات. ها هلأ سمعت الخبر، شفت حالك علينا؟ عمي نايف، انت حاسب حالك عايش؟ أحلى عيشة. العيشة اللي كلها خوف ورعب ما يعيشها سيدي. مرحلة وبتمر. بتعرف شو؟ منيح لي أهلك ماتوا، والله أخذ أمانته عبكير حتى ما يشوفوا هالخلفة. سبق وحذرتك، أوعك شي بسيرة أهلي على لسانك. لا تخليني أغلط معك، وأنا ما بحب أغلط. أنت اللي قتلت شاكر. أنا نايف أقر وأعترف أنني قتلت المغدور شاكر عن سابق إصرار وترصد، لأنه واحد كلب وحاول يلعب بدينه معي. أنا كنت أقول لحالي معقول طيار يقدر يشرب برميل على بيوت ناس معتر وهو بيعرف أنه هالناس تموت تحت هالبرميل وما ينهز ضميره؟ لك معقول الجار يغدر بجاره وابن العم يشحط ابن عمه بالشارع ويضيع الخبز والملح بين الأصدقاء، وزميل العمل يكتب تقرير بزميله؟ بس هلأ عم بعرف ليش. بعد ما شفتك وانت شاب ممكن تكون بعمر ولادي تربطني هيك وتشلفني لكلاب الشوارع، عرفت ليش نحن هيك وش قد بدنا لنتعلم ولنفهم ليش قسمونا ملل وطوايف وقاعدين هلأ هن بعيد هيك عم تفرجوا علينا كيف عم ناكل بعض. انت صرت مجرم. مجرم ايه، والمجرمين بيفكروا حالهم اذكى الناس. مظبوط، انا صرت مجرم لانه بهالايام اذا ما بتكون مجرم بتكون ضحيه. اوعك تفكر انه هاي ثوره يا عم. ابدا، يمكن اول ما طلعت كانت ثوره عن حق وحقيقي، وقتها كانوا العالم قسمين، قسم منهم ماتوا
لأنه كانوا شايفين القصة أخدينا من قلبه رب، وكانوا بالواجهة، والقسم الثاني ترك وراح وهرب لأنه عرف إنه هاي ما عادت ثورة، واللي بقيوا كمان قسمي، قسم مستفيد من كل شي عم بيصير، وهمه إنه ما تخلص لأنه مستفيد، والقسم الثاني إن العالم مغسول دماغها بأجندات سياسية ودينية. وانت مشان هيك مزعوج. أمل نجحت وصارت وزيرة، وانت محبوس معي هون مثلي مثلك. نعيمة.